نسيب بقى المونديال العربي ونروح للمعارك اللي حصلت في اوروبا بالامس تحديدا، وكان في مباريات كتيره. مباريات بنتكلم دوري الابطال واللي حسمت فيها او حسم فيها بعض المتاهلين بقى لدور ال16، منهم تشيلسي، اليوفي، مان يونايتد، بايرن ميونخ، ريال مدريد، انتر ميلان، واياكس، وسبورتنج لشبونه، ومان سيتي، باريس سان جيرمان، واخيرا طبعا ليفربول واتلتيكو مدريد. ولسه النهارده تكملت بقى المباريات عشان حسم بقيه يعني المتاهلين. لكن المباريات في العموم امبارح برده كانت فعلا روعه جدا. اكيد احنا كنا كلنا مركزين مع يعني المنتخب، بس ده ما يمنعش ان احنا كلنا برده كنا بنتابع وبنشوف كل شويه ايه النتائج ومين اللي حسم طبعا التاهل، والماتشات اللي زي دي مشيت ازاي. وكالعاده طبعا المباراه الاهم كانت في دماغنا واحنا حتى بنتفرج على منتخب مصر، وهي فكره هنا يعني ميلان وليفربول، عشان نشوف برده صلاح عمل ايه ويعني ايه اللي حصل والاجواء كانت عامله ازاي. فيعني لا، في الايام دي روعه بصراحه في المباريات وفي الاداء كمان على الارض.